السلام عليكم. يوم الخميس نهاية الأسبوع الماضي في تاريخ 21/11/2019 حصلت جريمة قتل. راح ضحيتها طفل اسمه أصيل جيزاني في مدينة أبو عريش. شنو قصة الجريمة هذه؟ طبعا الجريمة انتشرت اليومين اللي فاتوا، واليوم ادفنوا الولد الله يرحمه، ادفنوه وتم اغلاق القضية بعد ما اعترف القاتل. لكن من هو هذا القاتل وليش قتل أصيل الجيزاني؟ يوم الخميس انتظروا أهل أصيل كالعادة يطلع من المدرسة ويجي البيت. تأخر الولد وأبوه رايح المدرسة علشان ياخذه، ما لقاه طالع من الباب. استغرب فبدأ يسأل وين وكذا، قال أكيد موجود في البيت. رجع البيت سأل، قالوا ما وصل للحين، ما جاء من المدرسة. قاموا يبحثون عنه، من بينهم عم الولد هذا. راح رجع للمدرسة وسأل مدير المدرسة، قال الولد ما جاء من المدرسة، وش السالفة وين وكذا. المشكلة هو الكلام اللي عطاه مدير هالمدرسة هذه حق عم الولد، قال له أصلا أصيل ما داوم، ما حضر اليوم. الظاهر إنه كان يبي صرفه، أو إنه ما عنده خبر، أو إن هذا عم أصيل جاي على نهاية الدوام والرجال يمكن ما كان مركز أو ما له. وهذه المعلومة يعني توهت عائلة أصيل، شو ما داوم. قاموا يبحثون في البيت ويبحثون عند الجيران وكذا، لكن رجعوا مرة ثانية يسألون الطلبة اللي يعرفون أصيل. اسألوه عن أصيل، في أحد شافه؟ قالوا إيبا اليوم مداوم معانا. استغربوا، طلع الناظر الظاهر مو مركز وأصيل كان مداوم. بلغوا الشرطة لأن الموضوع حسوا أنه في إنه. الشرطة وصلت وطلبت من مدير المدرسة أنه يكشف لهم أو يعطيهم الفيديوهات اللي تصور خروج ودخول الطلبة. وهذا شيء ممتاز جدا صراحة. يعني أنا استغربت إنه في أبو عريش يتبعون هالنظام، وهذا الفعل يجب إنه يتم في كل مدارس العالم. للأسف عندنا بالكويت أنا ما أعتقد إنه، يمكن في كم مدرسة لكن مو بشكل عام. مالكم بالطويلة، لما شافوا الفيديوهات قدروا يحددون وقت خروج أصيل من باب المدرسة، تقريبا الساعة 12:50. طلع من باب المدرسة وقالوا أصدقاء أصيل أن أصيل ركب مع واحد في السيارة قريب له. قاموا يدورون منه قريبه وكذا. المصيبة أن قارب أصيل، المقربين من أصيل كلهم موجودين ويبحثون عنه. يعني مالكم بالطويلة، أحد الطلبة قال هذا فلان ولد عم أصيل، هو اللي جاء وخذاه من باب المدرسة. اسألوا ولد عمه واللي كان أصلا معاهم يبحث عن أصيل، قال لا أنا كنت نايم أصلا الصبح، ما قعدت إلا يعني على الظهاري لما بلغتوني باختفاء أصيل. فقالوا الظاهر أن الطفل هذا الزميل أصيل مضيع. المهم بدأ عاد التحقيق مع مجموعة من الطلبة، هل فعلا شفتوا أصيل في المدرسة؟ قالوا نعم فعلا موجود أصيل، كشوفات المدرسة تثبت أن أصيل فعلا مداوم. أثناء عملية البحث وصل لهم بلغ أن اعثروا على جثة الطفل موجودة في أحد الساحات الترابية بجانب المدرسة اللي يدرس فيها أصيل. لما انتقلوا أهل أصيل الموقع تعرفوا ولا هذه جثة ولدهم أصيل الله يرحمه. تجمعوا الناس وتجمعت العالم وأهل العريش يعرفون بعض، من بينهم زملاء أصيل كانوا موجودين. فالمباحث والرجال الأمن بدأوا يتساءلون منو شافه كان موجود هني وكذا. أحد الطلاب واللي هو زميل أصيل كان موجود في موقع الجريمة وقالوا له أن هذا أصيل وكذا.
أثناء ما كانوا متجمعين عيال عم أصيل وسألوه رجال الأمن، قال نعم أصيل ركب مع ولد عمه هذا فلان، أشر عليه. لما أشر عليه مرة ثانية وهذه ثاني مرة طالب يذكر أن ولد عمه هذا هو اللي خذ أصيل، هني مباحث قالوا يبا تعال أنت يعني أول مشتبه بالنسبة لنا الحين. على طول افحصوا سيارته اللي ذكر الولد أن هذا ولد عمه كان جاي فيها للمدرسة، لقوا آثار وبصمات فعلا أصيل فيها. اضغطوا عليه اعترف بالقصة كاملة. شنو القصة؟ قال أنا حضرت إلى المدرسة الساعة 12:50 وأخذت أصيل من المدرسة، وبدأ يحوم في أصيل حوالين المدرسة في الساحات الترابية بالسيارة. هذا ولد عمه عمره 26 سنة. شو اللي حصل بينه وبين أصيل ما حد يعرف، لأن الولد هذا ينكر يقول أنا ما في أي مشكلة بيني وبين أصيل أو أهل أصيل. لا، وفوق هذا إنه كان المفترض إنه نفس اليوم الليلة إنه يعقد كتابة أو ملكة على أخت أصيل، لأن هذا ولد عمه وكان مخاطبها أصلا. المصيبة في الموضوع إن هذا ولد عمه سيء السمعة، ولد فيه نوع من الانحراف وراعي مشاكل وراعي سوالف، لكن شنو علاقته بأصيل وولد عمه ولا بيتزوج أخته؟ يعني يا أن الولد هذا ينحاول يعتدي على أصيل والولد قاومه الله يرحمه. المهم قام نط على أصيل ومسك برقبته وخنقه لين فارق الحياة، حتى أن الولد أصيل أثناء مقاومته لولد عمه هذا القاتل قام وشمخ، احنا نسميه شمخ او يعني ترك اثار على رقبة القاتل، وهذه كان الدليل الثاني اللي استندوا عليه رجال المباحث والطب الشرعي، انه وجود اثار يعني بقايا جلد من شخص على اظافر اصيل، تبين فعلا ان هذه جلد القاتل ولد عم أصيل. وتم إغلاق القضية وإحالة القاتل بعد ما اعترف إلى المحاكمة. وطبعا أصيل الله يرحمه ادفنوها اليوم الثلاثاء العصر، الله يرحمه ويصبرها له. وعلى طاري اللي يقتل القتيل ويمشي بجنازته اللي سواه هذا ولد عم أصيل، أحصلت قصة مشابهة وغريبة كذلك في لبنان، إن شاء الله أذكرها لكم باكر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.